ناتالي ياغي مع اليوم بإيت سمارت، وموضوعنا هو الشوربة خاصة بموسم الشتاء والسقعة والأمراض. هاي ناتالي، صباح الخير. تبا هلا الواحد ما بحب هيك نوصف القصص سلبيا، ولكن يعني بلشت الشتوية ومثل ما كنا عم نحس في كتير أشخاص يا مرشحين يا مقربين يا عم بيمرضوا وعم بيطول معهم المرض. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء بلكي من وراء التلوث ممكن وتغير المناخ اللي كمان عم بيصير. صح مزبوط، دائما بفترة الشتوية يمكن ما بنشرب كفاية مي، معظم الأوقات الناس ما بتعطش وبنقعد كتير جوا كمان، بنقعد جوا كمان دونك ما يمكن منعوز نرتوي إن كان بالمي أو بالسوائل. وبعدين ما ننسى إنه بوقت اللي نكون غريبي أو مرشحين كتير مهم إنه نكون عم ناخد كمية سوائل كافية، لأنه كل ما أخذنا مي كافي كل ما ساعدنا الجسم إنه ينظف من هالفيروسات اللي ممكن انه هو يكون تعرض لها. مشان هيك الهايدريشن او استهلاك كميه كافيه من السوائل مهمه جدا، والشوربه هي من الاشياء اللي بالعكس لازم نتعود ناخذها خلال فتره الشتويه. اول شيء بتساعدنا انه نحسن كمية استهلاك المي اللي نحن لازم ناخدها خلال النهار، وكمان ما ننسى وهيدا اليوم بدي أحكي عن هالموضوع هيدا إنه هي كمان ممكن إنه تكون مصدر للفيتامينات. دونك الشوربة إذا كنا عم ناخد، أكيد عم بحكي أنا هون عن شوربة الخضرة، ما عم بحكي عن الشوربات المعلبة أكيد. اللي فيها نسبة ملح كتير عالية وممكن كمان تحتوي على نسبة دهون عالية إذا كانت كريم أو كانت فلوتي أو شوربة بالزرف كمان. مزبوط، اللي هي بتكون dehydrated معظم الأوقات بيكون فيها نسبة ملح عالية، معظمها فيها نسبة ملح عالية. أنا عم بحكي أكتر وأنا بيهمني شجع المشاهدين أنه يستهل وشوربة هن يعملوها بالبيت. هلا اليوم بدي احكي عن اذا الفيتامينات، نحن وقت اللي نقول بدنا ناكل خضره بنقول دائما انه الطبخ ممكن انه يخفف مزبوط. من بعض انواع من الفيتامينات. هل ترى الشوربه كمان هي من الاشياء اللي بتاثر على كميه الفيتامينات اللي ممكن انه نتناولها من الخضره اذا طبخناها؟ خلينا نبلش اول شيء نحكي عن شو هي الفيتامينات، هل اللي بتتاثر بحراره بالحرارة إذا طبخناها. الفيتامينات هي فئتين، الفئة اللي بتدوب بالماء والفئة اللي ما بتدوب بالماء. فئة الفيتامينات اللي بتدوب بالماء هي الفيتامينات اللي أكتر شيء ممكن أنه تتأثر. أول شيء بالحرارة العالية، يعني كل ما علينا الحرارة كل ما تفككت أو خسرناها بالماء. كمان قدي عم تتعرض للهواء، وأكيد قدي وقت بقيت على حرارة مرتفعة. الفئة الفيتامينات اللي ما بتدوب بالماء هي الفيتامينات مثل الفيتامين A مثلا، اللي نسبة خسارة هالفيتامين وقت اللي نطبخها كتير قليلة. يعني أنا عم بحكي هون عن المأكولات الغنية بالفيتامين A مثل الجزر مثل البطاطا الحلوة. دونك هول أنواع من الفيتامينات كمان موجودة بالخضرة الورقية الخضراء بحافظوا أكتر على الفيتامين، بيخسروا كمية كتير قليلة منهم وقت اللي نطبخهم. هلأ الفيتامينات اللي بتدوب بالماء واللي بتتأثر بالطبخ هي الفيتامين C، هي كمان الفيتامين من عائلة الفيتامين B اللي منلاقيها أكتر شيء. فيتامين C منلاقيها بالفليفلة بالبندورة، دونك هو اللي منفقد نسبة منهم وقت اللي نطبخهم وقت اللي نعمل شوربة. طريقة كيف نعمل الشوربة أكيد بتأثر على قدين إحنا عم نضلنا محافظين على هالفيتامينات هاي. لما هو الفيتامينات نخسرهم وبصيروا بالسائل أو بالمي اللي عم نطبخ فيها، ولكن نحن هون عم نتناول الشوربة بكاملة مع هالمي، الفيتامينات بعضهم يعني تأثيرهم على الجسم بيرجع مثل ما كان بالأصل أو كمان بيضعفه؟ سؤالك كتير مهم وراح جاوب عليه. ونحن وقت اللي نسلق مثلا، سلقنا بندورة، سلقنا فليفلة، سلقنا أرنبيط، بطاطا بتحتوي كمان على فيتامين سي، فيها بي فيتامينات البي اللي موجودة بالسلق بس ناكل عدس بحامض أو حتى بالحبوب. هالفيتامينات هاي كل ما قللنا كمية المي اللي نحن عم نطبخ فيها كل ما خسرنا من هالنسبة الفيتامينات أقل. هلأ مثل ما عم بتقولي نحن هالفيتامينات عم بتروح بالمي، نحن وقت اللي نسلق هالخضرة ونستعمل المي تبعها نحن منكون بالنهاية بدل ما نخسر 90% من هالأنواع أو حتى 60% بعد الفيتامينات عم نخسر نسبة أقل منضل نقدر ناخدها بمرقة الخضرة. هلأ شغلة تنقدر نحافظ على أكتر شيء ممكن من هالفيتامينات
أول شيء نكون نشتري الخضرة طازة وما نتركها وقت كتير طويل بالبراد، لأنه قعدة البراد كمان بتفقد من كمية الفيتامينات اللي نحن عم ناخدها. تاني شغلة، ما نقطع الخضرة، ما نقطع المكونات الشوربة غير لدغري قبل ما نطبخها، يعني مش قبل بوقت، لأنه وقت اللي نقص مثلا أنواع الخضرة اللي بدنا ناخدها كل بتكون المنطقة اللي عم تتعرض للهواء أكبر، وهيك منكون عم نساهم بتخفيف كمية الفيتامينات اللي موجودة بالخضرة. شغلة تانية، نحن أفضل طريقة نضل محافظين على الفيتامينات هي أنه نطبخ بكمية، نخلي المي تغلي، بس تغلي المي نضيف الخضرة، مش نحط الخضرة نرجع نزيد المي وننطر كرمال تغلي المي. إن فوا غليت المي منضيف الخضرة ومنخفف النار، لأنه كمان كل ما عليت الحرارة كل ما فقدنا من الفيتامينات. دونك نحن هيك منكون عم ناخد مي ديجا مغلية، عم نزيد الخضرة عليها وعم نخفف من فقدين هالأنواع من الفيتامينات. هلأ بغلي الخضرة نحن وقت اللي نحط شوربة في بعض أنواع من المكونات بتزيد، يعني صحيح الطبخ بخفف من هالأنواع من الفيتامينات، بس في بعض عناصر غذائية اللي هي الأنتي أوكسيدان بتزيد بالعكس وقت اللي نطحن الخضرة أو وقت اللي نطبخها. عم بحكي أنا مثل أي مكونات؟ عن مثلا الليكوبين. الليكوبين هو من المواد المضادة للتأكسد اللي فاجت الدراسات انه بيساعد كتير لمكافحة كتير من الأمراض، منها مشاكل بعض أنواع من السرطان. دونك نحنا وقت اللي نسلق البندورة أو نطحنها نعمل من نستعمل الرب، نحنا منكون عم نخلي هالليكوبين ديسبونيبل أكتر، يعني قادرين الجسم متوفر أكتر يقدر يمتصه بطريقة أفضل. نفس الشيء للفيتامينات الأنتي أوكسيدان اللي موجودين، والليكوبين ما ننسى منيح للنظر، الغير أنواع من مواد مضادة للتأكسد بتفيد وقت اللي نحنا بتصير ديسبونيبل من الخضرة، يعني مثل كأنه موجودة هي بكيس ونحنا فتحنا الكيس، خلينا هالأنتي أوكسيدان يقدر الجسم يمتصه بطريقة أفضل، بهالطريقة نستفيد منه بشكل أفضل. مشان هيك مثلا عم بحكي أنا وقت اللي نحكي عن الأرنبيت، وقت اللي نلعوس الأرنبيت، وقت اللي نطحنه منخلي هالأنتي أوكسيدان يصير ديسبونيبل أكتر. كمان في مواد مضادة للتأكسد موجودة وكتير منيحة للنظر اللي هي اللوتيين. اللوتيين كمان وقت اللي تنقص، وقت اللي تصير ديسبونيبل أكتر، يعني وقت اللي تنطبخ بتصير بتخلي هالفيبر اللي حوالها هالأنتي أوكسيدان يصير أقل، يمكن عم بحافظ على هالنوع من المواد. دونك بتصفي هالفيتامينات هاي، أو بالأحرى هالأنتي أوكسيدان لأنه منا فيتامينات، إنه تصير ديسبونيبل بطريقة وتصير متوفرة كرمال الجسم يقدر يمتصها. دونك الشوربة بتعطينا فيتامينات، لازم نعرف نطبخها. هلأ في دراسات فرجت أنه وقت اللي نحنا نعمل بري كوكينج أو نطبخ قبل ما نحط الخضرة بالطنجرة، نص طبخ يعني. نطبخها يا ستيمد، يعني نحطها على البخار، لأنه بتضل محافظة على فيتاميناتها وقت اللي نطبخ على البخار، لأنه أول شيء البخار بيطبخ بطريقة أسرع من المي المغلية. دونك عم نكسب وقت وعم نكسب كمان فيتامينات غزة، لأنه ما عم بتروح. بعدين فينا نرجع نضيف هالخضرة بالشوربة اللي نحنا ديجا محضرين المي تبعيتها غليت، ونخفف. كتير مهم أنه نخفف النار وقت اللي نحط الخضرة منكون هيك خففنا معدل الحرارة اللي عم نعرض فيها الخضرة. هلأ الخضرة كمان هي مصدر للألياف. هلا في اشخاص بيقولوا ايه بس نحن بس نطبخ الخضره بتروح الالياف، مش مزبوط هالشيء. الالياف حتى لو هرسناها بضل في نسبه الياف تقريبا هي ذاتها. هلا يمكن الاشخاص اللي بيقولوا انه بنفقد نسبه الالياف يمكن بيكونوا عم بيشوفوا قد ايه معدل يمكن كميه بالكبايه. دونك هيدا مش مزبوط، الخضره بتضل تعطينا الياف حتى اذا موجودة طبخناها. دونك بالنهايه عم ناخذ سوائل، عم ناخذ فيتامينات اذا عرفنا طبخناها منيح للشوربه، وبنفس الوقت بنكون عم نخلي هالمواد مضاده للتاكسد تكون موجوده اكثر
اكيد هون في فايده ندخل حمضيات على الشوربه ناتاليتا تنساعد يمكن هال امتصاص بعد الفيتامينز او هلا في اشياء ممكن ما حكيت عن المعادن. في بعض انواع من المعادن خاصه المعادن اللي موجوده بالحبوب وبالبقوليات بالاخص يعني بالفاصوليا بالعدس هالانواع من الحديد إذا ما طبخنا الحبوب بشكل جيد ما بنقدر نمتص الحديد اللي موجود بالبقوليات دونك الطبخ مهم تنحسن من الحديد والحمضيات في كتير مهم إنه الحوامض كل شيء حمضيات نضيفه بالآخر لأنه فيه فيتامين سي والفيتامين سي بيحسن كرمال تما نفدو خلينا نزيده بالآخر الشوربة إذا بدنا نضيفه. ثانك يو لهالمعلومات ناتالي. رح ناخذ بريك سريع ومنكفي مع جاستانس.